ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي أحمد حليقة وهو يعمل في قناة الجزيرة مباشر. أهلا وسهلا بك أحمد، ونعزيكم ونعزي أنفسنا باستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقل. وربما هذه رسالة لكل الصحفيين على وجه العموم وعلى وجه الخصوص في قناة الجزيرة وأيضا للصحفي في الميدان. نعم، صباح الخير لكم جميعا. حقيقة نحن نعزي أنفسنا ونعزي كل الشعب الفلسطيني وكل الوطن العربي بوفاة استشهاد شيرين أبو عاقلة، هذه الزميلة الرائعة التي تركت بصمة واضحة في قلوب الجميع. نعم، يعني ربما اليوم هذه رسالة لكل صحفي فلسطيني بأن ينتبه عندما يريد أن يغطي وأن ربما يعد للعشرة كما يقولون قبل أن يفكر بأن يذهب إلى الميدان. أنتم في قناة الجزيرة وحتى أنت كصحفي ميداني أحمد، كيف تلقيت هذه الرسالة وكيف أيضا تلقيت الخبر؟ حقيقة يعني أنا يعني هذا الصباح أيضا هو صباح حزين. قبل أن أجيب عن سؤالك، يعني اليوم لم يختلف عن الأمس، وصباح هذا اليوم لم يختلف عن صباح الأمس حين فجعنا حقيقة برحيل وإصابة ومن ثم استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة. شيرين أبو عاقلة هي معروفة للجميع ومعروفة لكل الشعب الفلسطيني، هي إنسانة حقيقة تركت أثرا كبيرا، لذلك نحن نشاهد اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل لليوم الثاني بصور شيرين أبو عاقلة وبالفيديوهات، فيديوهات إصابتها واستشهادها وأيضا تشييعها من قبل الآلاف من مناطق مختلفة من الضفة الغربية كما شاهدنا بالأمس في جنين، بالإضافة إلى الوقفات المتتالية التي كانت في كل مدن الضفة الغربية وأيضا في القدس المحتلة. حقيقة يعني منذ نحو 14 عاما ونحن نعمل في مجال الإعلام وفي الجانب الميداني على وجه التحديد، يعني كنا نأخذ ولا زلنا وحتى هذه اللحظة يعني كل الإجراءات، إجراءات السلامة، كنا نرتدي الزي الصحفي الخاص، السترة الواقية الخاصة بالصحفيين، ونحن مميزين عن غيرنا من المواطنين العاديين. لكن الاحتلال يعني كما قلت هو يريد أن يقتل هذا الصوت، صوت الصحفيين الذي طبعا ينقل صورة الشعب الفلسطيني المظلوم إلى العالم، وبالتالي هو استهدف شيرين بهذه الطريقة رغم محاولاته التغطية على جريمته، إلا أن كل التحقيقات سواء التي أعدها الزملاء في قناة الجزيرة أو حتى الفيديو الذي خرج من بيت سالم أو حتى جميع من شارك في التحقيقات يثبت بأنها جريمة مكتملة الأركان ولا مجال للشك فيها. شيرين تم استهدافها بشكل مباشر من قناص إسرائيلي على الرغم من أنها كانت في منطقة آمنة، كانت تقف بجانب مجموعة من الصحفيين، وهذا طبعا إجراء نتخذه دائما في التغطيات الميدانية، يعني في كل منطقة نذهب إليها يتجمع الصحفيون في مكان محدد لكي لا يتم استهدافه بالطريقة التي تم استهداف فيها شيرين أبو عاقلة. لكن العمل كان مدبر، وكما قلت نشاط يعني شيرين وتقدمها الصفوف دائما في تغطية الأحداث لم يرق للاحتلال ذلك، وبالتالي تم استهدافها بشكل مباشر. يعني كل روايات الاحتلال هي روايات زائفة يريد أن يغطي على هذه الجريمة البشعة. حقيقة ألا يعني الاحتلال باستهدافه للزميلة شيرين بهذه الطريقة يعني تعدى كل الحدود، وكان هناك العديد من الحرمات اخترقها يعني تعامله بهذه الطريقة واستهدافه للزميلة شيرين، على الرغم من أن كل الإجراءات نتخذها في تغطياتنا الميدانية، وهذا في إطار رد على سؤالك، إلا أننا نتعرض بشكل مستمر لانتهاكات الاحتلال ولقمع الاحتلال. يعني أذكر في مرات كثيرة وهي بالعشرات أصبنا بالاختناق جراء استهدافنا بشكل مباشر، يعني قنابل الغاز، قنابل الصوت وأيضا الرصاص كان يوجه باتجاه تجمعات الصحفيين يعني ويتم استهدافنا. حالات كثيرة تم أصيبت بالرصاص المطاطي ومنها بالرصاص الحي في تغطياتنا في جنوب الضفة الغربية وحتى في الوسط وفي الشمال. الصحفي الاحتلال لا يميز بين صحفي عادي ويعمل في مهنة الصحافة ويرتدي زي الصحافة ومواطن آخر في الشارع، الكل مستهدف بنظر هذا الاحتلال. لكن ما أريد التأكيد عليه يعني ألا حقيقة لو تحدثنا أيام عن شيرين أبو عاقلة لن نوفيها حقها، هذه الزميلة التي نعرفها
حقيقة دائما كانت تتقدم الصفوف، عرفناها في منذ ما أن كنا صغارا، يعني في اجتياح الضفة عام 2002 برز نجمها، وكانت طبعا ممن بالفعل يتقدم الصفوف لتغطية الأحداث. نعم، ربما يعني هذا ما لمسناه دائما من يشاهد شاشة الجزيرة ومن عاصر أيضا الانتفاضة الثانية، يعلم أن شيرين كانت دائما حاضرة في الميدان، وربما لا يوجد أحد يعرف شيرين إلا وأحبها، ولكن أنت زميل شيرين، وبالتالي لا شك بأنه تجمعكم علاقة صداقة وزمالة، فربما الناس اليوم متعطشون لمعرفة شيرين الإنسانة. نعم، يعني هذا ما كنت حقيقة لا أريد التأكيد عليه والحديث عنه بشكل مستفيض. يعني شيرين كانت تتميز في تغطيتها وكانت قريبة من الناس من الجانب الإنساني، نحن كنا نشاهد قصصها الإنسانية التي تخرج من القلب، يعني كانت تكتب نصها، نص القصة ونص التقرير بطريقة وكأنها تلامس الواقع بالفعل. يعني قصص إنسانية بامتياز، إذا أردت أن تذكر شيرين فاذكرها بقصص الإنسانية. كانت قريبة من الشعب الفلسطيني، قريبة من أهالي الأسرى، قريبة من أهالي الشهداء، كانت تركز يعني في معظم تقاريرها وقصصها على الجانب الإنساني وبالتحديد على فئة الشهداء، أهالي الشهداء وأيضا الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين هم لهم قصص كبيرة وقصص مؤلمة حقيقة، كانت توصل صوت هؤلاء المظلومين إلى العالم. يعني شيرين هذا تعاطف الشعب اليوم لم يكن بالفعل بهذا المستوى لولا أن شيرين تركت أثرا كبيرا في نفوس وقلوب هؤلاء الناس. يعني شاهدتم ربما الفيديو الذي خرج لامرأة بالأمس، سيدة فلسطينية تتحدث عن شيرين كيف كانت قريبة منها وهي مواطنة من مخيم جنين للاجئين، كيف تحدثت عنها بشكل مستفيض. إذا ما أراد الحديث عن الجانب الإنساني بالتأكيد نستذكر شيرين أبو عقلة، وهي برزت بشكل قوي وكبير في هذا الجانب. يعني أذكر أحد الصحفيين الكبار بالأمس تحدث عن شيرين وقال بأنها يعني في عام 2002 استشهد أحد القادة في مخيم جنين فلم يعرفوا كيف هي الوسيلة لإخبار زوجته بذلك، فقالوا شيرين أنت من ستخبرين زوجة الشهيد الذي طبعا فقد جزء من جسده جراء يعني إصابته بقذيفة، فتوجهت إلى زوجة هذا الشهيد وخففت عنها وتحدثت لها ومن ثم أخبرتها. فهي إنسانة يعني من الدرجة الأولى، وهذا معروف طبعا لدينا نحن زملاء ونعمل وكنا نلتقي كثيرا في الميدان، وبالتالي هي معروفة لنا ومعروفة للجميع، وكما قلت بأن الناس التي تأثرت باستشهادها بهذه الدرجة ليس فقط في فلسطين وإنما خارج فلسطين، يعني شاهدتم ردود الأفعال حقيقة من كل المستويات ومن العديد من الدول ومن مؤسسات حقوق الإنسان كلها تطالب بتحقيقات. لكن ما نأمله ألا حقيقة أن ينتهي هذا المسلسل. يعني بالأمس كان هناك استهداف مباشر للزميل معاذ عمار نافي من بيت لحم وأصيب بالرصاص وأصيب أيضا في منطقة الرأس ولا زالت هذه الرصاصات تستقر في رأسه. نريد لهذا المسلسل أن ينتهي، نريد للصحفي أن يعمل وأن ينقل يعني دون قيود ودون خوف. يعني الصحفي، وهذه حقيقة، يعني عندما نخرج نحن للميدان نتوقع بأننا لن نعود بسبب أننا نشاهد بالفعل على أرض الواقع ما يحدث للصحفي الفلسطيني. يعني نحن لا نسلم، مثلنا مثل أي إنسان موجود على هذا الوطن مستهدفون. مواطن كثيرة تعرضنا لي الضغط والضرب، يعني بالأمس كنا نغطي في منطقة مسافر رياضة، تم استوقفنا من قبل جيش الاحتلال ومنعنا من التغطية وتم تدقيق في بطاقاتنا الصحفية وفي هوياتنا بطاقاتنا قبل أن يسمح لنا بالمرور، وقد تأخرنا عن عملنا. يعني هذا الاحتلال يعني ينظر للجميع، لكل ما هو فلسطيني بعين واحدة، وبالتالي الصحفي الفلسطيني هو مستهدف. لكن ما أريد أن أشير إليه بشكل جلي ألا بأن الاحتلال باستهداف هذه القامة الإعلامية الكبيرة شيرين أبو عقلة هو يريد أن يوصل رسالة للصحفيين الفلسطينيين بأنهم يعني ليسوا بمنأى عن الاستهداف، على الرغم من أنهم يعني هناك يعني قوانين كثيرة تحمي الصحفيين، لكن هذا الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذه الاتفاقيات والقوانين. هو يريد أن يوصل رسالة بأنكم لا تنزلوا إلى الميدان، يريد أن يغطي على جرائمه، يريد أن لا تصل جرائمه للعالم، لكن الإصرار، إصرار الصحفي الفلسطيني يعني فوق كل ذلك. يعني مع أن
الزميلة استشهدت شيرين، ومع أن الزميل معاذ عمرنا أصيب بعينه وفقد عينه، وهناك زملاء كثر أصيبوا، إلا أن مسيرة الإعلامي الفلسطيني مستمرة، ونحن مصرون طبعا على الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال التي تحدث في الليل والنهار وفي كل يوم. لذلك الاحتلال لن ينال مراده، وسنبقى إن شاء الله حاملين لهذه الراية من بعد شيرين أبو عقلة، وسنسير على دربها إن شاء الله حتى تحرير فلسطين. نعم، إذا نكرر ونجدد عزاءنا لك أحمد ولجميع طاقم الجزيرة وللكل الفلسطيني، ونتمنى لك دائما السلامة. شكرا جزيلا لك.